السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شخباركم؟ رجعنا لكم بفيديو جديد من لعبة فري فاير. لا تنسون اللايك والاشتراك، خليكم ويا الفيديو. هلا يا شباب، رجعنا لكم بفيديو جديد من لعبة فري فاير. يا اخوان قبل ما نبدا بالفيديو جميعا لايك واشتراك. يا اخوان خليت خلكم قبل بالفيديو ما نطول عليكم. شكرا لكم على الدعم، واخر فيديو تقريبا وصل له ما ادري كم مشاهده، بس اعتقد 200 ما ادري كثر. المهم شكرا لكم على الدعم، وشكرا لكل شخص يستمر الى نهايه الفيديو. يا اخوان انبهكم بكل بدايه الفيديو، هذا الكلان اللي يحب يدخل اليه، وشكرا لكل عضو ساهم برفع الكلان. ويا اخوان يعني ساعدنا برفع ليفل الكلان وبالتصنيف على الكلانات. يا اخوان تحبون انزل لكم تسريبات او لا؟ اكتبوا بالتعليقات. يا اخوان يوم جيتكم علمكم او مو علمكم يا اخوان، بس اقول لكم، وانتم يجوز اكو ناس تعرف واكو ناس ما تعرف. يا اخوان اعطيكم طريقه تجمعون بها توكنات تطوير اسلحه مجانا، يعني اللي يربح سلاح مطور يعني مثل كود من اليوتيوبر ويجي يطوره يا اخوان يحتاج توكنات. اذا التوكنات منين نجيبها؟ يا اما من المتجر، تروح للمتجر عناصر وهاي التوكنات اللي تشتريها، وعندنا ضمن هاي تشيستات. يا اما عندنا طريقه ثانيه واعتقد الجميع يعرفها، انه هو من مهام السيزن يعطيك هاي. ايش تختار يا اخوان؟ هسه انا مجمع لك كم صندوق راح افتحها وياكم. نروح الى اخر ونجي، انا حاليا عندي 28. نجي يا اخوان عندي 5 صناديق، نجي يا اخوان حتى كلهن نفتحها. ايش نختار يا اخوان؟ نختار ايش اسمه، توكن سلاح ايفو الشامل. يا اخوان تختارون، انا خلي اشير لكم عليه. هذا يا اخوان لا تختارون الاحمر، هذا يا اخوان لجميع الاسلحه، يعني لجميع الاسلحه. سان حطوا العلامه هنا. اجي يا اخوان اطور وياكم الاي كي، راح اطوره. سان مطوره اول ليفل 1 كان عندي، وطورته ليفل 2 كل مسج، وهسه نجي نطوره مظهر جديد. ومثل ما شفتوا طورنا ليفل 3 وهذا المظهر الجديد يا اخوان. بس صوره سكرين شوت، هاي هي. بس المشاركة، لا مو هجي، بس ثواني 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 ثواني. يهجي حفظ يعني يا اخوان. حسابي مجاني 100% وطور عندنا اي كي ليفل 3، يعني شي حلو انا اشوف والله. والليفل الثاني يريد 120 نقطة، يعني يا اخوان مطولين كلش كلش كلش. انا حاليا عندي بستوكن وحده. المهم يا اخوان هسه مثل ما قدامكم صار عندي السلاح مطور. من نجي ندخل الى البروفايل، بروفايل بروفايل الانترنت، يلا بسرعه. عندنا هذا الاي كي، عنده جناحاته، بس جناحاته يا اخوان صغار. هسه شوفوا 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 هسه بستواني نجي هنا، شوفوا شوفوا هذا الحجم مالتين. بس من نجي لهنا المظهر النهائي، شوف شلون كبار، شوفوا شوفوا اكو فرق. نجي يا اخوان الى الجزء الثاني اللي هو بالفيديو. نجي يا اخوان اني فريت اعتقد الطونه تقريبا 10 بطاقات مجانيات، وطلع لي طلعت لي 2 مخططات و3 ذهبيات. فنقدر ايش نشتري؟ نقدر نشتري هذا ودون يا حبيبي، وايضا اشترينا هذا السلاح. مشاركه ايضا حفظ ودون. اللي ما يعرف هذا السلاح يا اخوان، هو هذا السلاح اي ان. اعذروني يا اخوان لانني اقول بالفيديو هواي. يا اخوان يا اخوان يا اخوان يا اخوان 100,000 مره احكيها بالفيديو، اسف. هسه عندنا الفيديو 3 حلو. عندنا يا اخوان هم قلت يا اخوان شو اسمه، عندنا الاي ان مميزات اختراق دروع 2 ودقه 1. ننزل جيم تدريبي ندربهم ندربهم، لا يا اخوان يعني نختبرهم مو ندربهم. يا اخوان حطوا لايك واشتراك، قربنا من 1200 مشترك، نريد ندخل 1200 مشترك قبل نهاية السنة. نقدر يعني عايزنا 40 مشترك، ما نقدر نجيبهم. وبعد نهاية السنة ايش كثر؟ بعد نهاية السنة بعد نهاية السنة تقريبا 18 يوم. الله 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 الله. وهذا ما بي مميزات حاليا لان هو بس مظهر. فنش نجرب نجرب ولا اي ان نجرب الاي ان اي ان اي ان اي ان اي ان الاي ان هسه هو قدامي. ايه هذا قدام، بس انا اشوفه زين. حلو الاي ان، نجي الاي ان. زين 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 زين. هيت 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 عفوني هيت. يعني يا اخوان مقبول مقبول. يلا نخرج نخرج.
فيا أصدقائي يا أخوان يا متابعيني، هيك طورنا الـ AK واشترينا سلاح الـ AN ونزل تدريبي شفتهن، وإن شاء الله عجبكم الفيديو واستفاديتوا من الفيديو يا أخوان. هذا الكلان أرحب بكل شخص يدخل إليه. وشروط يا أخوان حاليا ماكو أي شروط، إن شاء الله بعد كم يوم راح أنزل لكم شروط جديدة، لأن أنا قبل منزل شروط هسه حاليا 24 عضو بالكلان، يعني يا أخوان من طلع أو يعني من طردوا الأعضاء رجعت لنا أعضاء بسرعة، شكرا لكم. فيا أصدقائي هنا وصلنا هذا الفيديو، لا تنسون اللايك والاشتراك تفعيل جرس التنبيهات، ونختم الفيديو بصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، مع السلامة.